معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من بغداد المحلل السياسي كاظم الحاج. مرحبا بك سيد كاظم. بداية، هل ترى أن السياسة المائية وسوء التخطيط لحكومات ما بعد عام 2003 كان له دور في تفاقم أزمة المياه التي يعيشها العراق الآن؟ عذرا، سؤال. تسمعوني سيد كاظم؟ أكرر السؤال، هل تعتقد أن السياسة المائية وسوء التخطيط لحكومات ما بعد عام 2003 كان له دور في تفاقم هذه الأزمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيد الفاضل ومن خلالك لكادر ومشاهدي قناة الرأي المحترمة. حتما ومما لا شك فيه أن سوء التخطيط وأيضا سوء الإدارة للموارد المائية في الدولة العراقية والمنابع التي تأتي من دول الجوار كان لها الأثر الكبير، إن لم يكن بنسبة كلية فيما يعانيه العراق اليوم من مسألة شحة المياه وكذلك عدم استغلال أمثل للموارد المائية التي يتمتع بها العراق وهو يمتلك رافدين عريقين كبيرين. ومن ثم حقيقة ما حدث منذ عام 2006 إلى الآن لم يكن هناك تخطيط بالمجمل للدولة العراقية وبالخصوص للموارد المائية، خصوصا أن المؤشرات الأولية لكل المعطيات البيئية تدل على أن مسألة الجفاف هي مستمرة في الأقليم وتحديدا في العراق، وخصوصا السنوات الجافة التي عانى منها العراق في السنوات الأخيرة. وهذا الأمر حقيقة يعني انعكس سلبا على ما نراه اليوم في مسألة شحة المياه، وايضا ما يعكس الامر في مساله استغلال الموارد الزراعيه والاقتصاديه، اقصد هنا الصناعيه، وبالتالي عدم وجود تخطيط استراتيجي لمساله الماء والموارد نجدها الان حقيقه واضحه بشكل جدا. هذا ناتج عن عدم اهتمام او اكتراث الحكومات المتعاقبه منذ عام 2006 الى هذا اليوم في مساله انشاء، يعني ما الذي يمنع الحكومة في العراق، الحكومات المتعاقبة لنقول، من وضع مقاربة مائية سليمة لتلافي مثل هذه الأزمات التي تحصل؟ كثير من الأسباب، أهمها وربما السبب الرئيسي فيها هو طبيعة نظام الحكم الذي سير الدولة العراقية منذ عام 2003، وأقصد هنا المحاصصة وعدم التفات الكتل السياسية التي شكلت الحكومات المتعاقبة إلى ما يحتاجه العراق كدولة والشعب العراقي كمواطنين، وبالخصوص الأمور الوجودية التي تمس الحياة اليومية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، خلال الفترات السابقة وبنسبة كبيرة جدا لم يرى العراق أنه هناك رجال دولة يستطيعون أن ينظروا إلى العراق وإلى مصلحته العليا بغض النظر عن المصالح الحزبية والفئوية والشخصية، وهذا ما انعكس سلبا حقيقة على كل مفاصل الدولة العراقية وخصوصا الخدماتية منها، وبالتحديد مسألة الماء. عدم وجود خطط استراتيجية 50 أو 20 أيضا انعكس سلبا. مسألة الفساد الذي استشرى نتيجة المحاصصة كان عامل رئيسي أيضا بعدم وجود هذه الخطط وهذه المشاريع، وخصوصا أنها كانت ممكنة والكل يعلم بما ستؤول إليه الأمور خصوصا في مسألة المياه. ماذا ستؤول هناك هدر، يعني ما النتائج المنتظرة مع موجة الجفاف التي ينتظرها العراق؟ هناك كثير من السلبيات حقيقة، هناك كثير من الارتدادات التي تكون، أهمها مسألة الأضرار البيئية ومسألة انخفاض الزراعة أن لم يكن انعدام الزراعة، وبالتالي مسألة الاستيراد التي حتما ستثقل كاهل الدولة وكاهل المواطن العراقي، وأيضا حتما ستكون هناك مسألة الهجرة من المناطق الزراعية إلى المدن التي هي أصلا مكتظة، وأيضا هناك انفجار سكاني في هذه المدن. مسألة الصناعة التي تعتمد على المياه، مسألة توليد الطاقة الكهرومائية أيضا التي تعتمد عليها بعض محافظات العراق، مسألة أيضا توفير مياه الشرب على مستوى توفير مياه الشرب، ونرى حقيقة يعني بعض المسؤولين يتحدثون عن توفير أو تأمين مياه الشرب، وهذا الأمر حقيقة لا يتحدث، يعني إذا نظرنا إلى مستوى إدارة أو شخصية المسؤول الذي يدير هذا الملف لابد أن لا يتحدث بهذه الطريقة، لأن مسألة تأمين مياه الشرب المفروض، يعني المفروض إذا كانت هناك سياسات صحيحة وكان هناك تخطيط صحيح أن يكون هناك
حديث عن غير هذا الأمر. إذا وصلنا يعني إلى ما هو المتاح الآن هذه السنة، كيف ستكون الحلول؟ نعم. ما المتاح الآن بيد الحكومة في بغداد للقيام به حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه الآن؟ يعني ابتداء الحكومة كانت تعلم، وشخص يعني رئيس الحكومة كان يعلم ومنذ 6 أشهر، وهذا الأمر يعني الآن عندما تحدث الكارثة أو المشكلة نرى جميع المسؤولين وجميع الفتل السياسية والمتحدثين والنواب يهبون لشاشات التلفاز لكي يعلنوا أنهم سيضعون حلولا، سيضعون معالجات، سيذهبون إلى تركيا. هذه السين المستقبلية حقيقة هي سبب ما نعانيه الآن في مسألة الماء. كان المفروض عند علم الدولة العراقية، وهذا العلم ليس المفروض بشكل رسمي، العلم كان معلوم، يعني العلم يعني سد أليسو كان معلوما منذ زمن، وهو صار له أكثر من 10 سنوات يبنى. وبالتالي هنا نقول أنه العراق لا يمتلك رجال دولة. لو كان هناك مخططات صحيحة استغلال المياه وتخزينها تخزين استراتيجي لما عانينا اليوم من هذه الشحة، حتى في حال سد كامل مياه دجلة إلى سد أليسو. الحلول حقيقة كانت كثيرة ولا تزال كثيرة، ولكنها تتطلب الوقت الكثير في مسألة السيطرة على هذا الهدر ومسك المصب المائي باتجاه شط العرب. أسمعك أنا. أشكرك شكرا جزيلا من بغداد عبر سكايب سيد كاظم الحاجم، مختص بشؤون المياه والأنهار.